حياكم الله. هاي القصة أرويها لك حتى قبل ما أتعشى. هسه جيت من الشغل ودرجة الحرارة 20 درجة تحت الصفر من القطب الشمالي، وأريد أطلعها بقلبي للي دخن، وإذا أنت ما تدخن رحم الله والديك وصلها للي يدخن. سوي مشاركة للي يدخن أو اكتب اسم صاحبك اللي يدخن، يمكن بهاليوم نغير حياة عائلة كاملة. أخواني الأعزاء، أنا اختصاصي قلب وشرايين، واليوم بالإنعاش مع القلب والشرايين في هذه المستشفى جي مريض. المريض طبعا عربي، خابر على الإسعاف بعد أن أو أهله خابروا على الإسعاف، فقد الوعي بالبيت من شدة الألم في الصدر مالته. رجل ما أريد أذكر تفاصيل عليه، بس هو عربي. هذا الرجل كل شي ما بي، عمره 60 61 سنة، كل شي ما بي، كل شي ما بي، لا عنده أمراض، لا عنده وراثة، لا عنده شيء. اغترب أو تغرب بالأصح منو يدخن، اكتب لي اللي يدخن. طبعا حلقي ناشف من البرد، البرد هاي صابي لحد الآن شوفه حمرة من البرد، شفوف، وهذه ما يفيد طبعا، ايش ما خاير هذا حتى بالبيت تلبس. زين، هذا الرجل خطية، عائلته متفرقة، يعني قسم من أولاده هنا قسم خارج السويد، هذا الرجل يدخن، بس الشيء الوحيد يسوي يدخن. وشغلة الثانية القهر، فالإنسان اللي ينقهر والعنده قهر، ومنو عربي ما عنده قهر، منو من عندكم ما عنده قهر؟ طبعا أشمل التدخين، السجائر الطبيعية هاي القديمة أو الإلكترونية أو الأرجيلة، كلكم اللي يدخنون، كلهم اللي يدخنون، دخن مرة بالشهر كل يوم، وصلوها لكل مدخن، اكتب اسم المدخن بالتعليق هو يجيك، وشاركوها للمدخنين الشباب والشياب. هذا الرجل بس يدخن وهم مقلل التدخين، صار عنده ألم صدره وما جاء البارحة. طبعا هو أول مرة الألم في بطنه صار، هاي إخواني أكو ذبحة صدرية يصير ألم في بطنه بالبداية، يعني ميسوي جهود يصير ألم بطنه مغوص، هاي احتمال ذبحة صدرية. راح راجع للمستشفى، عفوا المستوصف هنا، أعطوا إمبرازول حب، ويأخذ حب إمبرازول، هي ذبحة صدرية، لحد ما أنه الشريان انسد. خابر للإسعاف، أهله خابره، واليوم دزوا تهنا بالسويدي دزون تخطيط مع القلب، باوعت اكو جلطة بالقلب. قلت لهم هسه تعطونا هذا الهيبارين وما الكوليسترول، احنا هنا نعطيهم والبريليك، وتجيبوا لي على اسرع 25 دقيقة بالطوارئ، انا انتظر هناك. زين، اريد يسمعها كل واحد مدخن. اجا هو وابنه، ابنه صغير، هذا اللي قهر، هذا اللي اريدك انت تنقهر على ابنك المدخن. اسمع مني زين، الججارة عمرها ما كانت لك صديق، عدو، تحرمك من أولادك، تحرمك من أقاربك، من أصدقائك، من أحبابك. والله بتشيت إلا شوية بس ما، هذا أنتم المدخنين، جيبوا ليهم كلهم المدخنين اليوم، أريد كل آني استشاري قلب وشرايين وأحكي لك إياها. أخذت قبل للقسطرة، سوينا للقسطرة، وإذا الشريان مسدود نهائي والثاني مسدود إلا شوية. كل مدخن بالعالم العربي جيبوا ليهم، داخل الدول العربية وخارج الدول العربية، أريد أفهمكم إياها هاي السالفة، تدخين سد الشريان مالته والقهر. الججارة ما تشفيك من القهر إطلاقا، ما شفتك من القهر، أنت تجيب لك القهر المضاعف من حطيناه على السدية مال القسطرة وابنه بره صغير، ويوصي بابنه، دير بالكم على روحكم ولدي. قلت له قول يا الله لا تخاف، ما اعوفك، قلت له لا تخاف ولا توصي ابنك، تريد ابنه صغير، صغير توا بالعشرينات، عندك ابن، انت عندك بنت تريد تحرمهم تيتمهم، يوصيه انت اللي بالخارج الشابع قهر، الججارة ما رحمت بالقهر مالتك،
دمرته للقهر، دمرته للشرايين، شرايين اثنيناتهم مسدودات، اهم شرايين اثنين، والا شويه يروح بيها. وفتحنا الشريان الحمد لله والشكر. رحت طبعا ما ندخل الابن، رحت على ابنه لقيت خطي يرجف. بابا قلت له ابني انت رجال لا تبين لابوك ضعفك هسه، اريد اطمئن على مود الوالد حالته النفسيه، واحكي ويا الوالد بوحده اقول له دير بالك ابنك صغير لا تخبصه وتخوفه، جيبوا لي كل مدخن، وكل مدخن ما متزوج، المام متزوج قبل المتزوج، انت المام متزوج تترك الجقارة، فلوس الجقارة تجيب لك مرة، هسه ما تتزوج راح تتزوج اذا ما كلها تزوجت، كلها قالوا ما نتزوج كلها تزوجوا بالاخير ويصير عندهم خلفة، وجيبوا اولادكم وشبابكم اللي يدخنون وقولوا لهم اجبروهم يسمعون هاي الحكايات. الابن والاب هلا بالمدخنين، عمكم دكتور ولي سرحان ثلاث باكيتات كان يدخن وتركها وتتركها انت. وهذا التليجرام حياكم الله بارك الله بيكم أنوسة، المدربة أنوسة، التابع دكتور ولي سرحان ترك التدخين. هيدي من ما قد باردة ما تلمس ما تحرك داري دا تبل. المهم راح أخليكم ما يثبت، خل تحمي، أخلي لكم بالعنوان بالوصف مال هذا الرابط مال التليجرام اللي نساعدك تترك التدخين. عمك دكتور ولي سرحان ترك التدخين، حياة وموت وما تعرف وين انت شو وقت. لا تقول لي جدي كان يدخن وكل شيء ما بيعاش 90 سنة، غير قهر اللي نشوفه احنا أضعاف اللي شافوه أجدادنا، إذا بخارج وبالداخل القهر اللي نشوفه احنا ما شافوا كبار العمر، ياكلون 4 نسوان كانوا محرك ذيب، انت محركك محرك واوي هسه يتزوج ويحط الزرقه يلا يشتغل كله الا محسن. فلا تقيس لي ولا تقول لي اسمع نصايح دكتور وليد سرحان، لا تسمع اللي ما عنده خبره انا رجال ما عندي مصلحه وياك، رايد صحتك رايد اولادك ما يتمن يتمون حرام. رحت عاديا وفتحنا، وبعد باكر نفتح له الشريان الثاني. للاسف الكورونا وهاي ماكو ما يبقى الابن مالته، فاخذت الابن قلت له اطمئن ما دام عمك الدكتور ولي سرحان هنا لا تخاف على ابوك ان شاء الله، وانتم بالمهم الزوجين اللي تدخنون تركوها للجقاره والارجيله ما تفيد، تلهى بكرزات بشي ثاني. ابني انت يا اخويا انت يا ابويا الجقاره عدو، الجقارة عدو، الجقارة عدو يا أخواني مو صديق، ما تشفي همومك هاي انت تشتاق لها سبب انه بيها مواد مدمنة مدمن عليها، انت شغلة اسبوع وتروح تركها، قرر قول باكر اتركها، الزم العدو وجعصة ولا والله خليه قدامك لا تجعصة، قل له اني لو انت، قل له لو اني لو انت يا باكيت، وصير رجال اليوم مباشر، لأن يجي يوم أتعظى سبعك والرجال قال أخ صدق ما فادتني الجقار، لا رجعت أهلي ولمت شملنا ولا جابت أهلي ولا راح القهر. يا أخوان خلوها يوم ننهي التدخين بآلاف مؤلفة وملايين، ليش لا خلي نتفق كنا تجون في التليجرام إن شاء الله، هذا التليجرام أنوسة بارك الله بيج صبعي والله ما دايرة، قلبي عليكم والله يا أخوان قلبي عليكم، أريد أخواني راح أخليه منشور بالصفحة، منشور بالصفحة موجود راح أخليه، تجي على المنشور تجي بالصفحة زين بالصفحة مالتي هذه، يعني تكتب دوس على هاي ولي سرحان راح أخلي لكم إياه التليجرام، تعالوا ويانا هسه، أنت ما عندك إرادة نخلق لك الإدارة الإرادة، كنا سوا وشل كلنا نترك التدخين بيوم واحد، باكر يعتبر يوم ترك التدخين زين، الخاطر دكتور ولي سرحان والخاطر أولادك، تعالوا وإذا يصير عندك ضيق وما ضيق ويا المدربين يشجعونك في التليجرام وافتحوا صوت وكلام وواحد يشجع الثاني ذاك يوم هذا يوم، وخليها في خبر كان. يلا يا ولدي
همتكم شباب كل موجود يدخن وما يدخن، يجيب لنا فد مدخن زين نقلوه هذا لكل الناس خلي يسمعونا، بلكي بهالحكايتين رجال يصفن ويا روحه بيقول والله دكتور عندك حق، صار لي 20 سنة صار لي 10 سنين ماكو صعب رجال، انت ماكو صعب، حتى المرة اللي تدخن صعب تترك التدخين، لو صعب تودع ابنك تخليه يتيم، يا إلا صعب. انت جاوبني يا انت جاوبني يا إلا صعب، تركت الجكارة؟ لا التركو مو أقوى من عندك، والتركو مو أحسن من عندك، والتركو مو هذا التليجرام دوسوا عليه وروحوا، التركو عاشوا نعم بيضرب العالم، لكن لا تلقوا نفسكم في التهلكة. حياكم الله حياكم الله، وكلكم هلا بيكم، وتعالوا ويانا في المؤسسة الطبية العالمية في التليجرام، وأخلي الرابط مالتها في الصفحة، زرقوا وهلا بيكم. ولا تنسى القلب أحمر والمشاركة، لا تنسى أخواني، خلي نهب هبة نقطع التدخين. يا وردة كلكم وردة، روح يلا توكل.